يا بنات يا ولاد افرحوا قولوا هي ماما سلمى رجعت لكم تاني ومعاها حبيبكم بنتخ جه مش هنسيبكم ابدا تاني يا ولاد يا بنات افرحوا قولوا هي ماما سلمى رجعت لكم تاني ومعاها يا صباح الورد والفل والياسمين والخير الكتير على كل اصحابنا وحبايبنا اللي شايفيننا وسامعيننا دلوقتي في كل مكان. كل سنه وانتم كلكم طيبين. صباح الفل يا بندخي، كل سنه وانت طيب. يا ماما سلمى ازيك يا حبيبي؟ حاجة غريبة، حضرتك تالت حد النهاردة يقول لي كل سنة وانت طيب، هو في ايه بالظبط؟ أنا مش فاهم. أنت مش عارف؟ لا. النهاردة يا بنتوخي 26 رجب، مش بيفكرك بحاجة التاريخ ده؟ 26 رجب؟ لا مش بيفكرني بحاجة الصراحة. يعني بكرة 27 رجب، طب مش بيفكرك بحاجة التاريخ ده خالص؟ طبيعي، طالما النهاردة 26 رجب يبقى بكرة 27 رجب. بالظبط. ايه بقى؟ ايه المناسبة؟ محدش فيكم يعرف التاريخ ده ممكن يبقى حصل فيه ايه او بنحتفل بيه ليه. طيب انا هقول لك، النهارده ليله 27، يعني ليله الاسراء والمعراج. الاسراء والمعراج دي معجزه عظيمه حصلت سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وبما اننا بقى شعب متفائل وبيحب الانبساط والفرح والسعاده، فدايما بنحتفل بالمناسبات الجميله دي يا بنتوخي. يعني على سبيل السعاده، على سبيل السعاده بقى. ايوه يا بنتوخي بالظبط كده. طيب كويس. طيب يا اصحابي كل سنه وانتم طيبين وسعداء وفرحانين. يا رب دايما يا رب يا رب. طب تعالى نتعرف على اصحابنا. هو انتوا ساكتين ليه؟ حبي صباح الخير. صباح النور. ردوا على بندخ، عمال ينده عليكم. مش كده يعني. صباح الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ الحمد لله. بردانين ولا ايه؟ لا النهارده الجو كويس شويه، بدا يتظبط صح؟ طيب يلا بقى نتعرف على اصحابنا يا بنتوخي. يلا بينا. يلا بينا نبدا من الاول. كل حد هتعرف عليه يقول لي اسمه وسنه وحلمه، عايز يعمل ايه، نفسه يعمل ايه. اتفقنا؟ نبدا من الاول. اسمي احمد، عندي 8 سنين، حلمي اني اكون طبيب بيطري. طبيب بيطري. بتحب الحيوانات؟ بتربي حيوانات عندك في البيت؟ عندك ايه بقى؟ سلحفاه مائيه وسمك، وكان عندي كلاب. وكان عندي عصافير. يا خبر كل ده؟ ياه ايه ده، عنده حديقه حيوانات في البيت. ترسه عندك؟ ترسه. يا سلام، سلحفاه مائيه. ايوه. مسميهم ليهم اسامي؟ لا لسه. بتنده للسلحفاه تقول لها ايه يا سلحفاه؟ طب هي بتاكل ايه السلحفاه؟ لحمه. لحمه؟ لحمه ازاي يا عم؟ ما هي بتاكل لحمه. لا ثانيه واحده معلش، السلحفاه ايه اللي بتاكل لحمه؟ كبيرها خس. ايوه اللي اعرفه انها بتاكل خضار، بتاكل خس وخيار وكده. مائيه. ما انا عارفه انها مائيه، ما هو عشان مائيه يمكن صعب قوي. انت متاكد انها بتاكل لحمه؟ اوعى تعضك. انت متاكد يا امي؟ طب عندك ايه غير السلحفاه قلت؟ سلحفاه ثانيه بس ماتت. الله يرحمها معلش. مش مائيه، بريه. دي مش مائيه، دي عادي ارضيه، عايشه على الارض عادي. ودي كانت بتاكل ايه؟ خضروات. ما تقوليش لحمه. خضروات. خضار، اوكي. وانت عندك ايه تاني؟ عصافير بتقول؟ لا كنت مربيهم بس دلوقتي ما عندكش غير السلحفاه المائيه بس صح كده؟ وسمك. وسمك بتاكله لحمه برضو؟ لا. صعب قوي الموضوع. السمك بياكل ايه؟ له اكل مخصوص مش كده؟ ماشي. فانت عايز تطلع بقى طبيب بيطري عشان تعالج الحيوانات لو تعب. جميل قوي. اسمي غزل، عندي 10 سنين، عايزه اطلع مضيف الطيران. الله، شكلك والله مضيفه كده من دلوقتي يا غزل والله. واسمك جميل ما شاء الله، حلوه قوي يا غزل، مضيف الطيران. اشمعنى ليه طيب؟ تعرفي حد يعني شفتي واحده قبل كده وعايزه تطلعي زيها ولا ايه؟ مين؟ في ناس احنا نعرفهم في مضيفات طيران. فانت بتحبي ايه بقى؟ ايه اللي بيعجبك يعني انها تبقى؟ يعني بنسافروا في حتت، وبحب اشوف البلاد اللي غير مصر كده. طب ما تطلعي انت الطيار، ليه ما تبقيش انت كابتن الطيار؟ اشمعنى مضيفه؟ لا ما فكرتيش في ان انت اللي تسوقي الطياره؟ حاجة صعبة شوية. بس حلوة مضيفة. طبعا لا مضيفة حلوة وطيارة حلوة، بس هي هدفها انها تزور البلاد، ده اللي انا فهمته صح؟ ممكن تطلعي رحالة برضو. فكرة جميلة. حلوة جميلة. ازيك؟ اسمي محمد وعندي 8 سنين ونفسي اطلع ظابط. ونفسك تطلع ظابط، ليه يا محمد؟ عشان اقبض على الحرامية. عشان تقبض على الحرامية. ظابط بوليس يعني. ايوه عشان يقبض على الحرامية. في حرامية معينين ما في حد معين في النادي. اسمك؟ اسمي لجينا احمد. ها. وعندي 9 سنين ونفسي لما اكبر اطلع مدرسه انجلش. مدرسه انجلش؟ ليه بتحبي المدرسه بتاعتك بتاعت الانجلش؟ يعني نفسك تبقي زيها ولا انت عشان بتحبي الانجلش نفسه؟
عشان بحب الانجليش. وانت عارفه ان المدرسه دي حاجه مش سهله برضو، ان انت تقعدي تعلمي الطلبه او التلاميذ اللي قدامك تفهميهم او تشرحي لهم. بتعرفي تعملي كده وانت بتذاكري دلوقتي؟ انت في سنه كام؟ ثالثه ابتدائي. طيب انت دلوقتي لما بتيجي تذاكري درس يا لوجين بتعرفي تشرحيه؟ بتعرفي تشرحي الدرس؟ يعني انت دلوقتي ذاكرتي الدرس، بتعرفي تشرحيه مثلا لصاحبتك او لاختك او لمامتك او لنفسك حتى؟ جربتي تعملي الموضوع ده قبل كده؟ لا. طب جربيه بقى وهتدعي لي. اولا انت عايزه تطلعي مدرسه، فلازم تعرفي تجربي ان انت ازاي تشرحي لحد، تمام؟ ثانيا هتخلي لما تيجي تشرحي الدرس اللي انت بتذاكريه لحد هتخلي المعلومات تثبت في دماغك اكتر، فهتبقي فاهمه الدرس ده كويس قوي. اتفقنا؟ ولو حد عمل حاجه ما تذنبيهوش عشان التذنيب ده وحش قوي. ولسه في حد بيذنب؟ يفضلوا يوقفوني طول الحصه. يا حبيبي يا بندخ ليه كده؟ بقعد بقى ارغي في ودني اللي جنبي. وانت بترغي ليه في الحصه يا بندخ؟ احكي له الفيلم اللي شفته يعني. تحكي له الفيلم في الحصه؟ اخفى عليك. فالميس بقى بلاش الكلام بس، خلاص خلاص احنا صحابنا يقلدوك. لا بلاش الكلام ده. خلاص قلت له في ودنه توت صاحبي، فصاحبي ودنه. والحصه شغاله؟ هي الحصه شغاله على سبيل يعني الميس المزاح. الميس بتشرح؟ وانت مش منتبه مع الميس وبتكلم صاحبك في ودنه؟ قلت له توت توت. ينفع كده اصحابي ولا بالظبط إيه؟ ينفع؟ حد فيكم بيعمل زي بندق؟ لا بجد؟ بجد؟ صحابي شكلهم شطار مش بتوع الحاجات اللي مش كويسه اللي انا بعملها. طب ما انت عارفه بتعملها ليه يا ابني؟ لما مزاح مزاح. بس واضح انه مزاح تقيل. شويه. طب نكمل؟ نكمل نكمل يلا. احكي لي انت بقى يا حمزه. يلا. اسمي حمزه، عندي 7 سنين، نفسي اطلع طيار. تطلع طيار؟ اوكي، بقى تاخد غزل معاك بقى. تشتغل مضيفه معاك في نفس الطياره، اتفقنا؟ يا الله. اسمك ايه؟ مروه. عندي 9 سنين ونفسي اطلع مدرسة اللغة العربية. الله، مدرسة لغة عربية. قولي لي انك شاطرة في العربي بقى. شاطرة كده في العربي؟ ايوه. يعني اشمعنى عايزة تدرسي لغة عربية؟ عشان بتحبي اللغة العربية ولا بتحبي الميس بتاعتك؟ انا بحب الاثنين. بتحبي الاثنين. يعني النهاردة بتتكلم عربي، فريق البنات هيكسب بسببك. صح يا مروة ولا ايه؟ صح؟ قولي لي بقى كنا واخواتها. ايه يا ماما سلمى؟ هي بس بختبرها بقى عشان اشوف هتنفع مدرسه ولا لا. خلاص هي هتنفع. طب ايه انا واخواتها؟ اي حاجه واخواتها. طيب بنتخ، قولي لي اخوات بنتخ اسمهم ايه؟ بنتخ واخوات. قولي لي انت اسامي اخواتك. انا عارفه ان عندك اخوات كتير ما شاء الله، اساميهم ايه؟ عبير واحلام وانوار واسامه ورمضان. ما شاء الله. انت جايه لنا النهارده منين بقى؟ جاي لنا من سوهاج. مروه جاي لنا من سوهاج. نورتي يا حبيبتي، والله نورتي. والله نورتي ومبسوطه جدا بوجودكم كلكم يا حبايبي النهارده معانا. وتعالى بقى اما اقول لك يا بندوخي، انت بقى ما كنتش عارف 27 رجب ده في ايه؟ ها. طيب انا زي ما قلت لك دي ذكرى الاسراء والمعراج. جميلة. لان النهارده ليله الليله اللي حصل فيها الاسراء والمعراج. انتوا عارفين هو حلقتنا يعني طويله النهارده، وعامله لكم فيديو حلو قوي بحكي لكم فيه حدوته الاسراء والمعراج. تمام تمام. لكن ممكن نعمل ايه بقى مثلا في اليوم ده تفتكر؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه يعني؟ وما فيش حاجه معينه بنحتفل او بنعملها في اليوم ده زي مثلا حاجات تانية؟ هو ده اللي بنعمله عاشوره؟ لا مش ده، مش ده. مش ده. لكن مفيش، ما انا عشان كده بقول لك اكله معينه، اصل كل عيد باكله. فهم يعني فاهمه. لا ده مفيش اكله معينه في موضوع الاسراء والمعراج. بس في حاجه ممكن نعملها. ايه بقى؟ اصل اليوم ده هو اليوم اللي اتفرضت فيه الصلاه على المسلمين. فممكن نستغل ان اليوم ده ذكرى حلوه كده، ونبدا مثلا صحابنا الصغيرين يبداوا مثلا يتعلموا الصلاه. تعلموا الصلاه؟ واصحابنا مثلا يعني زي بندق اخوك كده ممكن بقى يبدا يتعلم الصلاه اللي اصغر منك. بس في حاجه مهمه بقى يا ام سلمى. ايه؟ قول. لازم قبل ما يتعلموا الصلاه يتعلموا الوضوء. طبعا. هو ينفع نصلي من غير ما نتوضى؟ لا. ينفع؟ ينفع يا اصحابي؟ لا لا ما ينفعش. صح صح، برافو عليك يا بنتخ، لازم نتعلم الوضوء الاول. طب انتوا بتعرفوا عارفين الوضوء ولا بتتلخبطوا فيه؟ لا عارفين. كلكم؟ برافو. آه. عليكم. بس احنا لينا اصحاب اصغر شويه مننا ممكن يبقوا لسه بيتلخبطوا او مش عارفين الوضوء ازاي، مش كده؟ انا هقول لك على طريقه حلوه. بندق اخوك بيعرف يتوضى؟ لا ما بيعرفش.
كل مره يجي يقول لي يا بنت اخت تعالى تودى قدامي او تودى قدامه خلاص وبعد كده ينسى يتلخبط ينسى تاني وانا مش فاضيله بقى يعني ما مش فاضيله بقى ورايا جيمز وحاجات مهمه جيمز ايه اخوك حبيبك الصغنون معلش بقى ده ثواب يا اخي ده انت لو علمته حاجه زي كده تاخد ثواب طول عمرك صحيح كل ما يجي يتوضى انت تاخد ثواب برضه طب ما ممكن بقى ايه صحابي بقى اللي بيتفرجوا علينا اللي زي بندق كده نعلمهم كده مبادئ الوضوء ولا ايه رايك انا هقول لك على حاجه حلوه يا بنتوخي جدا انا هقول لك انا مثلا علمت ولادي الوضوء بطريقه سهله خالص 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 اغنيه صغيره وسهله لو حفظنا الاغنيه دي مش هنتلخبط بعد كده في الوضوء تيجوا نقولها طيب هقولها لكم مره بس المره الثانيه هتغنوها معايا اتفقنا هي بسيطه خالص يلا اتفقنا يا بندوخي؟ اتفقنا طيب بتقول ايه بقى الاغنية؟ معلش عشان الكحة من الله بس ابتدي من الله لا لما احب اروح اتوضى اسمي الله لما احب اروح اتوضى اسمي الله اغسل ايدي ثلاث مرات واتمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات واحب الله سقفوا معانا يا اصحابي وشي كله ثلاث مرات اغسل ايدي للمرفق ثلاث مرات امسح راسي امسح اذني اغسل رجلي للكعبين ثلاث مرات خلصت شفتوا سهله ازاي سهله جدا يا ام تعرفوا تقولوها معايا دلوقتي عشان نحفظ كمان صحابنا ايه رايك ممكن عايزين كمان كل اصحابنا اللي في البيت دلوقتي يحفظوها عشان دي هتسهل عليهم كتير جدا 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 ان هم يحفظوا وما يتلخبطوش في الهدوء هتعرفوا تقولوها معايا طب يلا يا بنت يلا بينا لما احب اروح اتوضى اسمي الله لما احب اروح اتوضى اسمي الله اغسل ايدي ثلاث مرات واتمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات واحب الله اغسل وشي كله ثلاث مرات اغسل ايدي للمرفق ثلاث مرات امسح راسي امسح اذني اغسل رجلي للكعبين ثلاث مرات برافو صفقه كبيره ليكوا حفظتوها الاغنيه دي سهله صح سهله يا بندوخي سهله جدا تعرفوا تقولوها لوحدكم ممكن والله تعرفوا طب قولوا كده انا هساعدكم برضه يلا لما احب اروح اتوضى اسمي الله لما احب اروح اتوضى اسمي الله اغسل ايدي ثلاث مرات واتمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات واحب الله اغسل وشي كله ثلاث مرات اغسل ايدي للمرفق ثلاث مرات امسح راسي امسح اذني اغسل رجلي للكعبين ثلاث مرات عليكم حفظوها خلاص شاطرين قوي يا ماما سلمى حلوه غنيها البندق بقى ايوه بندق بقى يحفظها ومش هيتلخبط تاني في الوضوء الله يتعز ربنا يا حبيبي يتقبل مننا جميعا فهتبقى فرصه حلوه قوي بقى ان احنا ايه نبدا بقى نصلي نتعلم الصلاه ونواظب على الصلاه واحنا خلاص بقى في رجب وداخلين على شعبان وبعدين رمضان فبتبقى بقى الصلاه كمان بقى في رمضان كمان بتبقى بقى وبندق بندق مش اخوك وبومب بومب وصواريخ يعني انت لازم تفكر في اي حاجه مضره اي حاجه خطيره لازم تفكر فيها بومب وصواريخ طيب بما اننا قلنا لما احب اروح اتوضى بعمل ايه؟ بسمي الله صح؟ بسمي الله ولما نيجي نفطر نسمي الله برضه صح؟ شوف 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 كرباتي اللي يا سلام شوف يا بنت انا عارفه ان انت عايز تسالني على الفطار هفتان على طول هفتان يا بنت مش معقوله خاسس تيجوا نفطر؟ يلا نفطر يلا بينا نفطر النهارده بقى بصراحه انا بحب قوي الاكله دي يا ولاد جبنه بالطماطم مين بيحب جبنه بالطماطم انا كلنا بنحب جبنه بالطماطم الحمد لله طب تعالوا بقى اتفضلوا يلا كل واحد ياخد سندوتش جبنه قريش بقى ولا اتفضلوا ايه اتفضلوا اي نوع جبنه بيبقى حلو يا بنتوخي بالطماطم ايوه خدوا صح. خدوا مناديل يا ولاد لو عليها بقى حته جبنه قديمه يلا تبقى حاجه عجب وفي عصير كمان يا ولاد بعد ما تخلصوا سندوتشات خدوا العصير بتاعكم يلا كل بقى ياخد سندوتش ويقعد بقى مكانه مفيش خيار لا ما احنا قبل كده عملنا جبنه بالخيار قبل كده ما كل جبنة. مره بيبقى فيه حاجه هقول لك بقى الجبنه البيضه ايوه فوائدها ايه
هي هي معموله من ايه الاول؟ الجبنه بتبقى معموله من الايه؟ لبن. جايه من اللبن، فبيبقى فيها حاجه مهمه قوي اللي هي ايه؟ الكالسيوم. برافو يا منتوخي، برافو برافو، شاطر يا احمد. الكالسيوم، والكالسيوم ده بيعمل ايه؟ بيقوي الاسنان والعظام. انت هايل يا احمد، ايه الشطاره دي، ما شاء الله، برافو عليك، صح كده. طيب الطماطم، ايه فوائد الطماطم؟ فيها حديد، شطور، فبتقوي المناعه بتاعه الجسم، برافو عليك. وفيها الياف، فبتحسن كمان وظيفه الجهاز الهضمي، يعني بتخلي بطننا مش بتوجعنا. صح كده. أيوة. وعلى فكره بالنسبه بقى للبنات، عايزه اقول لكم على معلومه حلوه قوي في الطماطم، بتخلي الشعر يلمع وبتقويه. اه والله بجد. ففي حاجه حلوه برده. حلوة. ومعانا كمان يا بندوخي عصير الجوافه، لما تخلصوا بقى تاخدوا العصير يا اولاد، اتفقنا؟ عصير الجوافه بقى ده بيحمينا من نزلات البرد، لان الجوافه مليانه فيتامين سي، وفيتامين سي ده هايل هايل عشان البرد، عشان كده الجوافه دايما بتبقى موجوده في الشتاء يا بنت. صح كده، عشان البرد، صح كده. وبرده بتقوي جهاز المناعه، وبتساعد جسمنا ان هو يقاوم اي مرض، وبتساعدنا ان احنا نذاكر كمان احسن، عشان هي بتحسن من التركيز بتاعنا. فعصير الجوافه ده حلو قوي، التركيز. كويسه جدا في التركيز، ودي حاجه حلوه يعني. خلونا كده نطلب كده من ماما واحنا بنذاكر تعمل لنا عصير جوافه كده بقى فريش في البيت، ونحط عليها ليمون كمان. ممكن نحط عليها عصره ليمون، جوافه باللبن، واحط، يا سلام، ده ايه ده، دي وجبه متكامله. جميل. تبقى حلوه قوي يا بنتوخي، صح كده؟ صح كده يا ام سلمى. طيب انا عايزه بقى اطلب من كل اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، انه عايزين اتعلمنا اغنيه صغيره اهو، عرفنا ازاي بنتوضى. احنا بعد ما هنرجع من الفاصل هنتعلم بقى مع صاحبنا الجميل يوسف عادل، هيجي بقى ويعلمنا ازاي نصلي كمان، صح؟ كل اصحابنا بقى الصغيرين اللي لسه بيتعلموا الصلاه يحضروا سجاده الصلاه، علشان يبقوا كده يشتغلوا معانا كده ويقلدوا اللي هيقوله صاحبنا يوسف بعد الفاصل ان شاء الله، ونتعلم معاه ازاي نصلي بطريقه صحيحه، تمام؟ وكمان عايزه اقول لكم ان الحلقه يعني عامله لكم فيديو جميل قوي بحكي لكم فيه حدوته الاسراء والمعراج اللي بنحتفل بيه كلنا النهارده، علشان نعرف ايه المعجزه اللي حصلت دي، وايه الحدوته دي، وايه اللي حصل اليوم ده. دلوقتي بقى عايزه اقول لكم ان احنا عندنا دايما لما بيبقى فيه مناسبات حلوه بنحب ان احنا ندي او نجيب حاجه حلوه قوي بتفرح الناس اللي قدامنا، زي مثلا الورد. مين بيحب الورد؟ انا. وانا بحب الورد جدا جدا، ولما بشوف ورد فعلا بحس انه كل حاجه بقت حلوه قدامي، واكتر هديه احبها تجيلي في حياتي هي الورد. بحب الورد قوي. وانت كمان، صح؟ جبتي ورد اخر مره يا ام سلمى؟ عارف مثلا كان في عيد الحب من كام يوم كده، صح؟ ايوه. جبت ورد لكل الناس اللي بحبها، كل الاسره. ياه. دي حاجة حلوة قوي يعني، جبت، بس أنا بصراحة ما جبتش الوردة، جبته من الجنينة. طب يعني فين الوردة بتاعتي؟ ما هو كان في البيت بقى. لا بيت إيه؟ ماليش أنا في الكلام. قطفت الوردة واديتها لوالدتي. معلش تيجي النهاردة معاكي وردتي. ماشي، حاضر. سيبك. وقربنا على فكرة، إحنا كمان دلوقتي في شهر 2، الشهر الجاي شهر 3. في حاجة مهمة جدا، عيد مين؟ عيد الأم. عيد الأم، والورد ده بيبقى مهم قوي في عيد الأم. أي بصراحة. أي. من أحلى الحاجات اللي ممكن نجيبها لماما هو الورد. فإحنا أو خلاط. خلاط بس ورده والنبي معايا. خلاط وكبه عشان ورد ايه بس يا ماما سلمى؟ الام عايزه حاجات تشتغل بيها في قلب المطبخ. وردايه مع، طب ماشي، جيب لها اللي انت عايزه، بس وردايه كمان كده. ماشي. بتفرح والله، والله بتفرح. لو اتبقى بقى مع دي ما جبت الخلاط. لو اتبقى ماشي. طيب فالورد من اكتر الحاجات اللي ممكن تفرحنا وتبسطنا وتفرح الناس اللي بنحبهم، فعايزين نقول النهارده شكرا لبائع الورد. تعالوا نروح نقول له شكرا ونرجع بعد الفاصل. شكرا شكرا شكرا. بائع الورد، شكرا لانك بتفرح ماما لما بابا بيجيب لها ورد. شكرا لانك بتنقذني دايما في عيد الام. شكرا علشان وردك بيخلي البيت ريحته حلوه. شكرا علشان عملت احلى ورد لاختي العروسه. بسببك بتبسط لما بشوف عربيه العروسه. شكرا.
رجعنا ومنورنا وشرفنا صديق عزيز واخ عزيز انا بجد بحبه جدا، صاحبنا يوسف عادل. صباح الفل يا يوسف. يا سلمى انت فين؟ والله زمان. اخبارك والله زمان. ربنا يكرمك. عامل ايه؟ انا اللي مبسوط والله بجد. ربنا يخليك يا يوسف. مش متخيلين انا فرحان ازاي انا جاي مع ماما سلمى، يعني انتوا لازم تكونوا فخورين ان انتوا قاعدين معاها. ايه يا عم انا اللي يقعد معاها بيتعلم. انا ماشي كده؟ لا بنتعلم منك بقى يا يوسف، وانت النهارده جاي تعمل حاجه يعني انا شايفاها مهمه وجميله جدا جدا، علشان لينا اصحاب كتير صغيرين بيتفرجوا علينا دلوقتي عايزين يتعلموا الصلاه، ودي فرصه حلوه قوي ان احنا نبدا صلاه بقى في اليوم الجميل. ايوه ايوه انا عايز اعرف اتعلم الصلاه. ايوه يا بنتخ. ايوه ايوه يا بنتخ بتقول ايه؟ ازاي حضرتك عامل ايه؟ ازيك يا بنتخ وحشتني يا بنتخ. ربنا يخليك. عشت عشت حبيبي. عايزك تقول لي على طريقه بقى بسيطه كده اقولها البندق اخويا يتعلم بيها الصلاه. طب ما تيجي قبل ما نقول الصلاه حته كده الاسراء والمعراج طبعا عشان نعرف اليوم ده بقى. ايه رايك نشوف بس بينا. قيمه الصلاه ماشي يلا يعني بينا. تعرفوا بقى ايه عظمه الصلاه؟ طب هي جت اليوم ده حدث عظيم. انتوا عارفين طبعا ماما سلمى فهمتنا حته المعجزه صح؟ طيب لازم نبقى فاهمين ان احنا المعجزات دي بتحصل امتى؟ للانبياء والرسل بس. يعني النهارده لو حد جه قال لنا مثلا احنا جالنا البراق وخدني مش عارف سافر فين طبعا مش هنصدقه. لا مفيش الكلام ده دلوقتي. لكن احنا ايه المعجزات بتحصل لمين؟ للرسل والمين؟ والانبياء. صح كده؟ فالنهارده لما احنا خلاص رحله الاسراء والمعراج دي من المعجزات اللي حصلت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من الحاجات الحلوه قوي زي ما ماما سلمى قالت ان احنا نعملها في يوم زي كده، ان احنا القدوه بتاعتنا مين؟ سيدنا محمد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده القدوه الايه؟ المطلقه. يعني ايه القدوه المطلقه؟ يعني القدوه اللي في حياتنا بنسمع كلامه في كل حاجه. يعني اللي عايزه تكون مضيفه لها قدوه، اللي عايز يكون طيار ليه قدوه، اللي عايز يكون دكتور بيطري ليه قدوه. صح. اللي عايز يكون مين تاني؟ حد قال حاجه تانية. حد مين؟ ظابط. نفسكم ظابط يبقى ليه قدوه صح؟ ايوه ده قدوه في الحياه، ان انا النهارده عايز اكون لعيب كوره عندي قدوه ان انا عايز ابقى زيه، لكن القدوه اللي نتعلم منه كل حاجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طيب رحله الاسراء والمعراج انتوا عارفين ان هي مكافاه من ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عارفين كده؟ ليه؟ هو النبي في الفتره دي كان بيمر بظروف صعبه جدا، لان النبي قدوه، فعلشان لما يحصل لنا ظروف صعبه في الحياه ما نستسلمش بقى ونكتئب ونزعل. لا هنعرف يعني لازم نبقى عارفين ان ربنا هيعوضنا اكيد زي ما عوض سيدنا محمد كده في اليوم ده. بلاش اقول الابتلاءات بقى كلمه كبيره. ايوه المصاعب المشاكل اللي هتقابلنا في الحياه كتير، احنا لسه صغيرين ولسه بنكبر. فالحياه مش كلها اللي عايز يكون طيار واللي عايز يكون دكتور واللي عايز يكون كذا مش هيقابل الموضوع سهل، هيقابل مشاكل. لو المشاكل دي انت سلمت ليها انت في الاخر ايه؟ مش هتنجح، لكن لو تحديت ده فهتنجح. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان هو قدوه فقابل مشاكل كتير. السنه دي مات عمه، مات زوجته، كان رايح رحله للطائف بيكلمهم عن ربنا. عارفين رحله الطائف؟ بيكلمهم عن ربنا وبيكلمهم عن الدين، قابلوه وحش جدا 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 وجروا ورا النبي وفضلوا يرموا بالطوب، فالنبي كان زعلان. فربنا بيكافئه بيقول له لا تعالى نوريك مقامك في السماء عشان تشوف انت غالي ازاي وعشان تعرف قدرك. تمام كده؟ فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتشرف بالرحله دي عن باقي الانبياء والرسل. جميل جميل. طيب ايه بقى اللي اتفرض عليه في اليوم ده؟ انتوا عارفين ان الصلاه اصلا كل الانبياء كانوا بيصلوا، بس كل وقت او كل شريعه كان ليها هيئه صلاه معينه وعدد صلوات مختلف. تمام تمام. لكن النبي في اليوم ده خد الامر المباشر، الوحي كله بيجي عن طريق مين؟ سيدنا مين؟ جبريل. جبريل. لا سيدنا جبريل. صح جبريل. اشمعنى الصلاه ربنا اللي قال للنبي عليها مش سيدنا جبريل؟ حد خد باله من النقطه دي؟ يعني احنا النهارده اي حاجه حصلت الوحي بيجي سيدنا جبريل بيقول للنبي عليها. صح صح كده. ما عدا ايه؟ الصلاه. الصلاه. برافو يا بنتخ. ما عدا ايه؟ الصلاه. الصلاه يعني معنى كده الصلاه دي حاجه عظيمه جدا. تمام. طيب الصلاه اول ما اتفرضت كانت قد ايه؟ 50 صلاه. وبعد كده كانوا 50 صلاه. تخيل انت في اليوم. ايوه تخيل كده انت في اليوم تصلي 50 صلاه، هنعمل ايه بقى في الوقت ده؟ هنقدر نكمل؟ صعب قوي. كان صعب. صح ده احنا خمس فروض وقاعدين وبتاع وهنقع ونقوم ونفكر. كانوا 50. طب وقابل سيدنا موسى اسال ربنا التخفيف بدا لحد ما بقوا كام؟ خمسه. هل ينفع ان احنا الخمس فروض فرض مننا يعدي؟ لا. انت قلت لي اسمك ايه؟ حمزه. حمزه. حمزه ما شاء الله عليك يا حمزه. احنا كلنا بنصلي صح؟ صح. كلنا بنصلي بنصلي. ايوه. بس في ناس قالت ايه؟ بتقطع. بتقطع يا بنتك ولا منتظر؟ لا ده انا ملتزم جدا في الصلاه. احلى حاجه في الدنيا الصلاه. احلى حاجه. لو انتوا عايزين في الذكرى دي ناخد حاجتين اقول لكم عليهم. هتكسبوا في الدنيا، هتبقوا فرحانين جدا ومبسوطين جدا وربنا هيحقق لكم كل احلامكم.
اعملوها الاثنين دول، الصلاه وان احنا كل يوم الصبح نبوس ايد بابا وماما. انا كده اتفقنا، دي اساس لكل ولادنا وكل اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا الصغيرين اللي في البيوت. يبقى حاجتين بيتعملوا، بنعمل ايه؟ بنصلي وبنبوس ايد بابا وماما. طب ده ليه؟ مش ربنا امرنا ان احنا نعبده وبعديها على طول في القران وبالوالدين احسانا؟ يبقى حاجتين، يبقى احنا في الذكرى دي ناخد الحاجتين دول من عند ماما سلمى، يبقى احنا السنه دي هنعمل الحاجتين دول لحد السنه الجايه. اتفقنا؟ اتفقنا. كل بابا وماما اولادنا دول والسن ده يا سلمى ربنا يرضيكي ويسعدك في اللي انت بتعمليه، ده الكنز. ده الكنز الحقيقي، ودول الصدقه الجاريه اللي هنسيب الدنيا ونسيبهم. النبي وصانا ان احنا هنسيب الدنيا في صدقه جاريه. انتوا الصدقه الجاريه، واجمل صدقه جاريه ممكن حد يسيبها في الدنيا. فعشان كده كل اب وام لازم يبدا يهتم باولاده من 7 سنين. ما ينفعش وهو عنده 10 سنين يبدا يقول انا سبت صلاه. اتفقنا؟ لكن احنا من 7 سنين يا ريت قبل كده. لكن احنا من 7 سنين لازم بقى خلاص ان احنا نتعود على الصلاه، واول ما الاذان ياذن ان احنا نصلي ان شاء الله. طيب صحيح. نعمل ايه بقى؟ ممكن جدول يعملوه ويبعتوه لحضرتك ويبدا كل فرد يعلمه عليه. تمام، اتفقنا. جميل قوي. لازم. ليه بقى؟ علشان تكافئ نفسك اخر الاسبوع. واحنا بنقول للبابا وماما دلوقتي ان كل ما تلاقي يوم الخميس او الجمعه، خلينا الجمعه يبقى البدايه الجمعه والنهايه الجمعه، كل ما بنخلص اسبوع بابا وماما بيكافئونا. يقول لك بقى يا سلمى ايه من الحاجات اللي ظهرت يعني، لا بس ما تخليش الولد والبنت يرتبطوا بالصلاه عشان الهديه. احيانا في ايه، في اولا الكلام ده مش صح. احنا مخلوقين اصلا في ثواب وعقاب، صح؟ تمام. مخلوقين في جنه وفي نار. صح. فالنهارده لا، بالعكس، السن ده لما يبدا يرتبط ويبقى حاسس ان في مكافاه ما فيهاش مشكله خالص، ان احنا بناهله لده. وبعد فتره لما هو يبدا يتعود على الصلاه خلاص هتبقى شيء طبيعي في يومه اصلا. لكن احنا النهارده الشيطان شاطر فيبدا ايه، لا اوعى. طب ما احنا بنكافئ في حاجات تانية يعني. هي دي. فاحنا النهارده ايوه انا بقول له لو خلصت طبقك هجيب لك حاجه حلوه. بس هي دي. ما انت ممكن برضه لما تواظب على الصلاه اجيب لك حاجه حلوه. نقعد بقى شهرين في الموضوع ده، ان احنا بنراجع كل اسبوع كل بابا وماما بيراجع مع اولاده الجدول ده. تمام. فده ساعدنا على ايه؟ على ان احنا نصلي. حلو قوي فكره الجدول دي. ايه رايك يا بندخ؟ فكره الجدول جميله. كله بقى يعملها يعني ويبعتها لماما سلمى. ايه؟ عصر، مغرب، ظهر كده، وقدام كل لما اصلي اقوم عامل صح. تعمل عامل صح. برافو عليك يا بندوق. ويكافئ نفسه اخر الاسبوع، بابا وماما يكافئوه وانتوا تكافئوا نفسكم وتكونوا فرحانين. برافو. اتفقنا؟ يلا بينا. صلاه الصبح كام ركعه؟ الصبح الفجر اول ما بنصحى. اتنين. دي اخف حاجه بقى اللي بيبقى اول لما بنصحى خالص. حلو. ركعتين صح؟ كده الصبح كام؟ اتنين. حلو. الظهر؟ أربعة. مظبوط. العصر؟ أربعة. رائع. المغرب؟ ثلاثة. رائع. العشاء ماما سلمى بتغششكم. أربعة. بتغششكم صح؟ أنا شايفكم. أنا كده والله العظيم. أنت جميل. ماشي. العشاء؟ برافو عليكم. أربعة. الله. يبقى احنا كده الفجر 2، الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء ايه؟ 4. 4. يبقى احنا كده بنتكلم ايه؟ في الصلاة الخمس فروض. تمام. تمام؟ في واحد صاحبنا ماما سلمى حافظ السنن المؤكدة كمان. ما شاء الله. اسمك ايه؟ حمزة. حمزة بره بيقول لقيته عارف السنن يعني. ما شاء الله يا حمزة. يعني السنة المؤكدة. فأنا بصيت له كده السنة المؤكدة ما شاء الله. المؤكدة مش بس سنة يعني. أنا بقول سنة بس أصلا. بقول السنة السنة لأن في حاجة اسمها السنة المؤكدة. سريعا هقولها لكم. السنة المؤكدة دي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيفوتها. بس احنا مع إن شاء الله الخطوة الثانية إن احنا نحافظ على الصلاة شهرين، يبقى الصلوات الخمس نبدا نركز في السنن المؤكده. لما نيجي بقى عند رمضان بقى نزود بقى فرق. يعني الجدول فرق عشان لو عشان عشان لو ما شفناكوش تاني. بس انتوا تتابعوا ان شاء الله البرنامج، يبقى انتوا في رمضان في سنن مؤكده. ايه السنن المؤكده؟ 2 قبل الفجر او 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، و2 بعده، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. حفظناهم كده. العصر ملوش سنه. تمام. العصر للسنه غير مؤكده. مش مؤكده. فخلينا على المؤكد. ماشي كده. اقول لكم على حاجه حلوه قوي بقى ونبدا نتعلم الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي يحافظ على ال 12 ركعه السنن المؤكده بيتبني له كل يوم قصر في الجنه. مين اللي عايز قصر في الجنه؟ تخيلوا عندنا قصر في الجنه. جميل. وخلي بالكم. يعني خلي بالكم احنا الدنيا احنا مخلوقين اصلا مكاننا فين؟ في الجنه. في الجنه صح. بس احنا في الدنيا ليه؟ اختبار. صح. اختبار كده ربنا بيمتحننا شويه، بيشوف مين الشخص الجدع اللي هيصلي، اللي مش هيقول كلمه وحشه، اللي مش هيقلد اصحابه الوحشين، اللي هيعمل خير كتير، اللي هيساعد الناس، اللي هيسمع كلام بابا وماما، اللي مش هيقول اي حاجه وحشه ابدا، اللي مش هيتكلم على حد. ده شخص نجح. فايه اللي هيحصل؟ هيبقى مكانه الجنه. في حد تاني صاحبه وحش وصاحبتها وحشه، مكانه النار. لا احنا كلنا مكاننا الجنه ان شاء الله. كلنا ان شاء الله حاجه تانيه. كلنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طول ما احنا مش احنا بنشكر ربنا وبنقول حاجه، اول ما بنعمل حاجه غلط بنقول ايه؟ استغفر الله واتوب اليه. يبقى ان شاء الله كلنا في الجنه. يبقى لساننا محافظ على ايه؟
على ان احنا دايما بنستغفر ربنا كتير ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتير، وخاصه يوم الجمعه من افضل الايام اللي نصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه. فاحنا نبقى عارفين ان الدنيا دي كلها ايه، اختبار علشان خاطر نروح فين، نروح الجنة. اتفقنا؟ فالقصر في الجنة احلى من اي قصر في الدنيا ممكن تتخيله. اكيد يعني هو الجنة من غير قصر اصلا كده. انتوا بتشوفوا انتوا بتشوفوا حاجات دلوقتي بقى، والحاجات اللي على مش تحتك بيتحرك سمك وفي المحيط الايه وفي البحر، الجنة حاجة تانية خالص، احسن من ده كله، اجمل من اي حاجة انا بتخيلها. فاللي حضر ال 12 مبروك عليك. طيب خلينا بقى دلوقتي في الدنيا، نعمل ايه بقى في الدنيا عشان نعيشها حياة جميلة كده؟ عايزين نصلي. نصلي يلا. يلا احنا عندنا اصحابنا بقى صغيرين يا يوسف، عايزين نعلمهم بقى الصلاه المظبوطه. يلا بينا. بسم الله بسم الله بسم الله. حضروا بقى السجاد يا اولاد صحابنا اللي في البيت، كل واحد عنده سجاده صغننه كده خالص جميله، والبنات عندهم اشارب لطيف كده. ماشي يلا بينا. جاهزين يا اولاد؟ يلا يا بنات هتصلوا ورايا وبعد كده تعرف تعمليها. انتوا هتصلوا. احنا كده طبعا احنا كده عاملين الحاجات كده شكل كده، بس ايه عشان عارفين. ايوه احنا هنصلي. انا مركز معاك. بنتك معاه سجاده على فكره هايله يا يوسف، عايزه اوريها لك. الله بص الله. انا عايزه بس اوريكم لان السجاده دي عجبتني جدا. لا لا شغل عالي. جبتها لا لا الله. بص حلو السجاده قوي. دي من احلى السجاده اللي شفته للاطفال، لان هي مكتوب عليها بصوا الصلوات وكل صلاه هي كام ركعه وشكل الصلاه اصلا عامل ازاي. فهي سجاده لطيفه جدا، انا جبتها من مكتبه اعتقد، يعني ممكن تلاقوها. حلو قوي. فلطيفه قوي، بتعلم يعني ابني بيبص عليها بيعرف هنصلي ايه دلوقتي يا يوسف، يقول لي نصلي مثلا الفجر المغرب كم ركعه، فيبص على المغرب يعرف انها ثلاثة. فهي سجاده لطيفه قوي تعليميه يعني للاطفال. انا جبتها لك يا بندوخي النهارده. حلوه يا بندخ. يلا حلوه قوي السجاده دي، جميله تسهل على الولاد، وان شاء الله احنا هنحفظ معاهم. طيب تعالوا نقوم بقى يا ولاد، قوموا قوموا بقى كده عشان نعمل زي تعالوا يوسف. نرجع كراسي دي بقى كده لورا. بص هتقفوا ورايا. يقفوا ورايا تمام. ولاد رجعوا كراسيكم لورا. اطلع انا قدام شويه ولا كده؟ تمام تمام. ما هو كل واحد في مكانه. احنا يعني احنا يلا ممكن تطلع قدام شويه لو تحب. ماشي. احنا طبعا هنا بنعلم الصلاه، يعني احنا مش يلا بينا يعني نقف عادي في اي مكان بس عشان نتعلم عادي. احنا بس ايه يعني هنتعلم عادي بالشوز بس عادي طبعا برضو. في الصلاه لازم نبقى بنصلي على القبله بتاعتنا. احنا بس طب اول حاجه لو بنصلي جماعة يا يوسف أول حاجة هنقف إزاي أصلا؟ تمام. الولاد لو بيصلوا جماعة لو انتوا ثلاثة بتقفوا ورايا بالظبط، بس أول واحد بيقف من بدايتي، يعني أول واحد تعالوا بقى تعالوا بقى ورا 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 بالظبط. تعالوا ورا عم يوسف هنا. ماشي. لو انتوا اخوات تقدروا تصلوا جماعة برضو في البيت لو انتوا مش لو المسجد بعيد. طيب أول حد هيقف في النص بالظبط ورايا. حمزة صح؟ أنا حفظت اسمه ولا نسيت؟ أنت اسمك إيه؟ ايوه حمزه. انا كده حفظت. جميل. بص يا حمزه هتصلي ورايا بالظبط في النص ورا بالظبط. يعني خلونا نرجع لورا شويه يا بنات. يلا البنات هيبقوا في الصف اللي ورا. الصف اللي ورا خالص. ثانيه يا سلمى خليكي. اوكي تمام. هبعد دي خالص. معلش ايه. يلا بينا. يلا بنات بسم الله كده تمام. بالعكس بالعكس يا غزل. ايوه كده حبيبتي. تعالى بقى حمزه كده. برافو. الله على مصليتك الجميل. يلا بينا بسم الله. يبقى كده حمزه بقى ورايا على طول. اتفقنا؟ ونقف نبقى احنا طبعا واحنا بنصلي في البيت هنبقى قلعين الشوز بقى نبقى قلعين الجزمه طبعا. ها احنا هنا بس بنعلم الصلاه، لان احنا لازم نقف جنب بعض نقف جنب بعض. ماشي. لازم يبقى موازي يعني لازم نبقى واقفين على نفس الخط. الرجل في الرجل. والبنات الرجل والبنات برده المفروض نبقى واقفين جنب بعض بس ايه عشان احنا هنتعلم الحركه بس. تمام بالظبط. طيب يا شباب اول حاجه خالص في حاجه اسمها النيه. ايه النيه؟ ان احنا ناويين ان احنا هنصلي مثلا الصبح، هنصلي الظهر، هنصلي العصر. تمام. طب بنقولها بلساننا؟ لا بقلبنا. يعني احنا انا نيتي خلاص ان انا داخل اصلي مثلا ركعتين صلاه الصبح. اتفقنا كده؟ جميل. فدي النيه ان احنا دخلنا. فاول حاجه بنعملها كده الله اكبر. بصوا ايدي، بصوا بقى الايد اهي ها كده تمام. بص بنخليها قصاد حلمه. ايوه واعمل كده بقى الله. برافو مظبوط كده. وبعد كده الله اكبر. الايد ازاي؟ برافو. الايد اليمين فوق الايد الشمال عشان كده الاطفال بتطلع بمحاذاه الاذن. بص هاي. الله اكبر. يبقى الايد اهي تمام كده. الايد كده احيانا محمد احنا هنحط ايدينا اليمين هي اللي فوق اليمين. احمد اليمين هي اللي فوق الشمال. بالظبط. أيوة. بالظبط تمام كده. ونخليها كده ماشي كده. ماشي تمام. طيب احيانا بتبقى في غلطه كده الناس بتعملها بتقوم عامله كده
وتقوم سايباها. يعني احيانا دي الصلاه الصحيحه اللي النبي كان بيصليها اللي ما عليهاش اي خلاف، الله اكبر كده او كده، يبقى كده او كده. تمام. نبص للشباب معلش تاني، كده او كده، كده كده كده، لا بلاش الكف على الكف دي، خليها كده ماشي او كده. تفهم يعني دخل ايد؟ اه تمام خلاص. انا بديكوا الايه الحاجات اللي تعملوها ان شاء الله دي بقى صح، مش هندخل بقى. ادخلي ايدك كده شويه. تمام يبقى كده ماشي. حمزاوي اتفقنا، اليمين بقى هي اللي فوق ماشي، كل ايده اليمين اتفقنا، مش هننسى دي خلاص. يلا. تمام يبقى الله اكبر، خلاص خلصنا كده. بنقرا سوره ايه؟ فاتحه. الفاتحه برافو. وبعد كده سوره صغيره، في دعاء، في دعاء استفتاح الصلاه نقوله ولا لسه صغيرين شويه؟ مش عارف. بص شوف انت في دعاء لو عرفتوا تحفظوه، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، بس كده. تمام. كفايه عليكم كده. تمام. يا رب باعد بيني وبين ذنوبي خلاص. وممكن نجيبه ونحفظه حته بحته، لو حفظناه يبقى حاجه كويس. هو دعاء بنقول لربنا ابعد بيننا وبين الذنوب والمعاصي اللي احنا بنعملها. اتفقنا خلاص. طيب يبقى احنا قلنا الله اكبر خلاص، وقرانا سوره الفاتحه وقرانا سوره صغيره. تمام خلصنا كده خلاص. الله اكبر برضو الايد موازيه للاذنين هنا. تمام الله اكبر، الايد على الركبه والظهر مفرود. اه يلا بينا. ها بنقول ايه هنا؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. ممكن نقول سبوح قدوس رب الملائكه والروح، ماشي كده، او سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وخلاص. اتفقنا؟ طيب ابص على، لا زي ما انتم، لا ايدينا على ركبتنا، على الركبه وظهرنا مفرود يا اولاد، رجلينا مفروده مفروض. تمام كان بالظبط لو في كوبايه هنا ما تقعش. حد يعرف يعملها؟ يلا ايدك مفروده على ركبتك، يلا اركع بقى. ها كان حاطط كوبايه على ظهرك ما تقعش. لا حموزي يلا كده، عارفين ولا مش عارفين؟ تمام. ها بنات تمام خلاص، عايزين نعدل ظهرنا شويه. لو احنا عندنا مشكله في ظهرنا هنقول ماشي، لكن لو احنا مش متعودين عايزين نتعود. تمام تمام. يعني نلعب رياضه بقى، فانت بتلعبيهم رياضه، فنلعب رياضه فيبقى الظهر ايه مستوي كده، اللي هو لو حطيت كوبايه عليه مفروض بالظبط ماشي، يعني هنفرده شويه كده. اتفقنا؟ تمام يلا كده ركعنا. تمام. طيب سمع الله لمن حمده، الامام بيقول كده، احنا بنقول ايه؟ ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد ماشي، ربنا ولك الحمد. اتفقنا؟ طب احنا بنبص فين واحنا بنصلي؟ لا مش قدامنا، بنبص في مكان السجود كده. بتبص المكان فين؟ المكان اللي راسنا بتنزل فيه. انت بتسجد فين؟ هنا. يبقى راسك. طب ليه ده؟ عشان نبقى مركزين في الصلاه، وعشان يحصل لنا حاله الخشوع ان احنا عايشين مع ربنا في الوقت ده، لان احنا اول ما بنقف نصلي احنا ايه؟ احنا واقفين قدام مين؟ مع ربنا خلاص، قدام ربنا. اللي هو انت ما تبصش لاي حاجه ولا نفكر في اي حاجه. اتفقنا؟ فاحنا عينينا مكان ايه؟ مكان السجود. تمام كده؟ قمنا ركعنا وقمنا. طيب نازلين نسجد، في ناس بتسجد على بتنزل على ايديها، وفي ناس بتنزل على ركبتها، الاثنين صح. تمام. كل واحد حسب الراحه بتاعته. تمام. اهم حاجه بقى في السجود، نركز بقى في التفصيله دي، اهم حاجه في السجود اللي انا هعمله دلوقتي وركزوا معايا، ان كل حاجه في جسمي هتبقى اتجاه القبله. يعني ايدي دي هتبقى محطوطه كده اتجاه القبله. خلاص؟ كعب رجلي متني اتجاه القبله، مش بعملها كده، لا هي مش هتبان عشان الشو، بس في الاخر مشط الرجل هو برضو متني كده عشان يبقى في اتجاه القبله. اتفقنا؟ تمام. وايدي مش على الارض، لا ايدي واقفه كده بالظبط. ماشي ورينا بقى ايه. انا نزلت اهو، بصوا يبقى الايد هنا اهي في اتجاه القبله. يلا انزلوا يا اولاد كده. حمزه بص بقى. ايدك بقى ما تنيمهاش كده على الارض. ايوه مش انت مش عايز ايد على الارض خالص، يعني ارفع ده بقى كده. ايوه مرفوع. يعني الكف بس يا اولاد، الكف بس اللي على الارض. اه الكف، شيلوا دراعكم نفسه من على الارض، خلوا الكف بس هو اللي على الارض ماشي. تمام ماشي ماشي. انزل يا حمزه كده. تمام ايوه برافو برافو. نشط الرجل بقى لما نبقى خلعين الشوز يبقى كده. اتفقنا؟ اه تمام. يبقى كده كده البنات صح خلاص. تمام اه تمام. بصوا يا بنات يلا يلا نقف. الولاد بيسجدوا كده، البنت عادي جدا ان هي بتسجد كده، يعني الايد مضمومه عادي. تمام تمام كده، يعني ده وضع للولاد، ده وضع للبنات. البنت تمام. بتبقى لايديها ضمه كده ما فيش مشكله. اتفقنا؟ يبقى كده ايه السجود، احنا سجدنا كده، ايه اللي اتجاه القبله؟ الايد، ايدينا ورجلينا الاتجاه القبله ماشي. طب بنقول ايه بقى واحنا ساجدين؟ بنقول ايه؟ بنقول ايه بقى واحنا ساجدين؟ اتجاه القبله. بنقول ايه بقى يا بنت؟ ساجدين. سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات. ثلاث مرات تمام. بصوا بقى السجود ده اقرب وضع تكون فيه لربنا، السجود اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. يعني ايه؟
يعني انت هتبقى قريب قوي وانت ساجد. طب انت نفسك في ايه في حياتك؟ نفسك تكون طيار؟ ادعي ربنا. نفسك تكون ظابط؟ ادعي ربنا وانت ساجد. نفسك تكوني مضيفه؟ ادعي ربنا وانت ساجده. نفسك في اي حاجه في الحياه يبقى السجود ده منطقه الراحه بتاعتنا. احنا الدنيا تاني، الدنيا ممكن تبقى فيها شويه حاجات مزعلانه، لما بنيجي نسجد لربنا كاننا ايه بنرمي كل همومنا وقاعدين بنسجد لربنا وايه وبنطلب منه. يبقى ربنا اللي بنطلب منه كل حاجه نفسنا فيها، وان شاء الله ربنا يحقق لنا كل اللي احنا نفسنا فيه. يبقى لو اتعودتوا من وانتم صغيرين ان اول ما تقابلكم مشكله في حياتكم تقوموا جاريين ساجدين لربنا احسن ما تحكوا لاي بشر، صح يا ماما سلمى؟ طبعا. بنستفيد حاجه لما بنروح تحكي لحد، حد في النهايه خلاص احنا اتكلمنا وبينا ضعفنا قدام الناس، وفي النهايه مش كتير هيبقى يملكوا ان هم يقدروا يساعدوكم، لكن اتعلموا الكلام ده وانتم صغيرين، ما تقولوش اصل احنا لسه صغيرين. بالعكس، لو اتعودتوا ان انتم كل مشكله او كل حاجه بتحبوها او انتم فرحانين روحوا اسجدوا لربنا، احلى وضع في الدنيا كلها. اتفقنا؟ يبقى احنا كده سجدنا، صح؟ طيب احنا بنقوم في حاجه اسمها جلسه الاستراحه، بنعمل كده بنقول فيها ايه بقى؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. بنقول ايه؟ رب اغفر لي. وبعد كده بنسجد ايه؟ بنسجد تاني. بعد كده بنسجد تاني. بعد ما بنسجد تاني سجدنا تاني سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات، سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات ودعينا. طيب بنقف، في حد بيقف، بص في حد بيقف، يقف كده خلاص، في حد بيقف كده، تمام ماشي تمام. يبقى احنا كده في حد وقف كده سند، وفي حد بيقوم ساند تاني، يعني في ناس ممكن الاثنين صح، في حد على حسب ممكن على حسب قدرتك يعني. في حد ممكن ما يبقاش قادر ان هو يقوم واقف فبيقوم عامل كده طبعا، فبيسند بقى عشان تمام، جيش بقى نبص كده اهو بيسند وبيقوم قايم عادي، الاثنين صح تمام. تمام، يبقى احنا كده صلينا ايه؟ اول ركعه. اول ركعه. طيب نفترض ان احنا بنصلي الظهر وانت بتصلي مع اخوك، اول ركعتين بتقرا فيهم سوره الفاتحه والسوره الصغيره بصوت عالي ولا بصوت مش باين؟ ايه بقى انت؟ بصوت واطي. الظهر بصوت ايه؟ صوت واطي. برافو. العصر كذلك برضو. رائع. المغرب صوت عالي بقى. الصوت عالي. يبقى المغرب والعشاء والفجر بنقرا سوره الفاتحه بصوت عالي وسوره صغيره. ده لمين؟ يعني ده لو بتصلي جماعه. انت الكبير. ده لو الامام يعني هو انت الامام. لو انا بتكلم ان انت دلوقتي بتصلوا مع اخوك في البيت مثلا او مع اخواتك او بابا وماما بيصلوا بيك. فاحنا بنصلي كده. تمام. ان هو الامام، يعني ايه الامام؟ يعني زي ما انا واقف كده اللي بيصلي بينا. خلاص؟ فاول ركعتين بيتكلم بيقرا سوره الفاتحه بصوت عالي والسوره الصغيره. وبعد كده خلاص بنعمل التشهد وبنقوم تاني مثلا الركعه الثالثه لا بنبقى ساكتين. اتفقنا؟ لكن احنا دلوقتي خلينا احنا بنصلي في البيت فمش هنلخبط نفسنا بالحته دي، يبقى احنا كده اتعلمنا حته ايه؟ حته ان احنا بنصلي. انا عايز حد هو اللي هيطلع ويقول عشان نبدا ايه؟ لو في حاجه ثانيه نقولها. مين؟ مين يا ماما سلمى نطلع مين؟ حد يصلي. براحتكم. مين عايز صلي. يطلع؟ حمزه؟ حد يطلع يلا وقول لي هتصلي ازاي؟ يلا يا حمزه. يلا يا حمزه. هقف كده واقوم عامل كده. النية. النية ماشي؟ نويت اصلي. ماشي؟ لا يا حمزه بص احنا عايزين كده الايد كده كده يلا. يا برافو يا حمزه. الله اكبر. ايديك اليمين بقى هي اللي قدامي يا حمزه. دي اليمين صح؟ دي اليمين صح؟ كده. رائع يا حمزه. بس هيقول الفاتحه؟ انت كده اليمين. كده اليمين. الله اكبر. وبعد كده اقول الفاتحه، سوره الفاتحه وسوره صغيره. برافو. بعد كده الله اكبر. الله اكبر. رفعت الايد. برافو يا حمزه. الله اكبر. برافو. ايوه بعد ما الامام بيعمل كده احنا بنعمل زيه. يعني ماشي. ما بنعملش كده قبل. شفت انت؟ تمام. بصوا حمزه دلوقتي عملها صح ازاي. برافو. صح يا حمزاوي. برافو. شاطر. يلا. سمع الله. بعد كده اقول سمع الله. كل ما بنقوم يا جماعه في التكبيره. فين التكبيره يا حمزه؟ سمع الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. على فكره في ناس بتقول سمع الله لمن حمده، في حد بيحط ايديه وفي حد بينزلها، الاثنين صح. تمام. يلا سمع الله لمن حمده. ماشي. ربنا ولك الحمد. تمام. يلا هنعمل ايه تاني؟ لا واحنا نازلين السجود مفيش الرفعه. تمام. ننزل عادي. يلا كويس. طيب دي معلومه. استناني بقى. ايدينا كده يا حمده، ايدينا كده لا في اتجاه القبله، وصابعنا اتجاه القبله، ومشط الرجل في اتجاه القبله. المشط. تمام. اتفقنا؟ يلا كده اقول سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات. رائع. وبندعي. وبندعي. بعد كده نقوم يلا الجلسه في الاستراحه. بنقول ايه بقى واحنا قاعدين هنا يا حمزاوي؟ ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. الله. صح. وننزل تاني. ننزل تاني سجده. سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الاعلى. نركز في مشط الرجل، هو مش باين دلوقتي عشان الشوز. سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الاعلى. تمام. نقوم بقى يلا. ونقوم بقى الله اكبر. نقول كده الله اكبر.
الله. برافو 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 برافو. بعد كده الفاتحة. التشهد ايه؟ حد حافظه؟ انا. قولوا يلا. انا برضه. التحيات. اقعد يلا وتشهد. يلا. التحيات لله. واحنا بنتشهد في ناس بتعمل ايديها بتعمل صباعها كده، وفي ناس ساعه ما بنقول اشهد ان لا اله الا الله بنقوم رافع ايديها كده. تمام. سيدنا محمد رسول الله. الاثنين صح. يلا. تمام. التحيات لله والصلاه والطيبات على رسول الله. السلام عليك يا ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد وجيد. الله ما شاء الله. ايه الشطاره دي يا حمزه؟ بص يا حبايبي، احنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دايما لما بنيجي نقول النبي في اي وقت سيدنا محمد. الحاجه الوحيده اللي ما بنقولش سيدنا ساعه الصلاه بس. صح؟ فحمزه صح. اللهم صل على محمد. لكن دايما في حياتنا بره سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في الصلاه عشان احنا بنقول زي ما النبي قال فهو النبي قالها كده. يوسف احنا طبعا وقتنا خلص. تعالى اتفضل. اصلا بس يلا. الحمد لله يعني احنا دلوقتي قلنا تعالى اقف جنبي بقى. يلا بينا. بس احنا دلوقتي خلاص عرفنا يعني كل رقعه بنعمل فيها نفس الحاجات دي. احنا خلاص عرفنا طريقه الصلاه لاصحابنا بقى الصغيرين اللي لسه بيتعلموا. يوسف ان شاء الله هيجي معانا تاني لما بتتبسطوا على الهواء. عشان الوضوء يا بنت. ايوه شفت. أيوه انت قلت الوضوء. أيوه فانت يعني أيوه اغنيه تحفه. ايوه وتعلم الولاد حلو قوي. جميل. وهنتوضى مره نتوضى ان شاء الله. ايوه ايوه بالظبط. بشكرك جدا 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 يا يوسف يا صديقي العزيز. برافو عليكم يا اولاد شاطرين جدا. انا عايزه كل اصحابنا اللي اتعلموا معانا يا رب يكونوا اتصوروا برده عشان يبعتوا لنا صورهم وهم بيتعلموا الصلاه كده معانا هنا، ويبعتوا لنا صور عشان احنا بقى نعرضها بعد كده. والجدول. والجدول صح. والجدول صح زي ما يوسف قال. دلوقتي بقى احنا عايزاك تتفرج معانا برضو يا يوسف. عايزاكم دلوقتي تتفرجوا فيديو كده صغير انا عملته لكم او احنا عملناه لكم، بنحكي لكم فيه حدوده الاسراء والمعراج ايه اللي حصل في اليوم ده. تعالوا نروح نشوفه ونرجع تاني. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنه وانتم كلكم طيبين. النهاردة 26 رجب، وده تاريخ مهم قوي علشان حصلت فيه معجزة كبيرة لسيدنا محمد. طبعا ربنا ميز الأنبياء والرسل كلهم بمعجزات علشان تساعدهم على نشر الرسالة. والنهاردة بقى أنا هحكي لكم عن معجزة الإسراء والمعراج لأنها حصلت زي النهاردة ليلة 27 رجب. سيدنا محمد كان عايش وقتها في مكة، وكان حزين لأن زوجته السيدة خديجة وعمه أبو طالب الاتنين اتوفوا في السنة دي، وكان الكفار بيؤذوه جامد، والعام ده اتسمى بعام الحزن. ربنا بقى كان عايز يهون على سيدنا محمد ويكافئه على صبره، فبعت له معجزة الإسراء والمعراج. إيه اللي حصل بقى في الليلة دي؟ جه سيدنا جبريل ومعاه كائن كبير اسمه البراق، وده شبه الحصان، واسمه البراق علشان هو سريع جدا، وكمان علشان بيبرق من شدة الصفاء. وبعض الناس قالوا ان كان له جناحين كبار، لكن الله اعلم احنا ما نعرفش. طار البراق بسيدنا محمد وسيدنا جبريل من مكة المكرمة لحد المسجد الاقصى في فلسطين. عارفين خد وقت قد ايه في الرحلة دي؟ لحظات. تعرفوا بقى الرحلة دي كانت بتاخد وقت قد ايه ساعتها؟ كانت بتاخد شهور لانهم كانوا بيسافروا بالجمال. المهم لما وصلوا المسجد الاقصى سيدنا محمد لقى كل الانبياء موجودين في انتظاره وصلى بيهم امام. طيب يعني ايه المعراج؟ المعراج يعني الصعود للسماء. فطار البراق بسيدنا محمد وسيدنا جبريل وصعدوا للسماء، وكان كل لما يعدي على سماء بيقابل حد من الانبياء لحد ما وصل للسماء السبعة، ومنها وصل لسدرة المنتهى، ودي شجرة كبيرة موجودة على يمين عرش الرحمن، جذورها في السماء السادسة وفروعها وأوراقها كبيرة جدا، ودي آخر مكان مسموح فيه بوجود الملائكة. فهنا بقى سيدنا جبريل ساب سيدنا محمد اللي وقف بين إيدين ربنا يكلمه لحد ما نسي كل أحزانه
وكل همومه وكل المصاعب اللي مر بيها طول السنة اللي فاتت. في اليوم ده ربنا فرض الصلاة على سيدنا محمد وعلى أمة المسلمين، وكانت 50 صلاة كل يوم، لكن سيدنا محمد طلب من ربنا ان هو يخففها شوية عن أمته، ففعلا ربنا استجاب وخلاهم 5 صلوات بس بأجر 50 صلاة. وبعد كده رجع سيدنا محمد مع سيدنا جبريل تاني لمكة، ودخل سريره اللي كان لسه دافي كأنه لسه سايبه. معجزة الإسراء والمعراج يا حبايبي فيها حاجات ومعاني كتير نستفيد منها، وأهمها إن كل الأنبياء دعوتهم كانت واحدة، وهي الإيمان بالله، والتأكيد على المكانة الدينية للمسجد الحرام في مكة والمسجد الأقصى في فلسطين، وطبعا أهمية الصلاة في علاقتنا بربنا. كل سنة وكلنا بخير وطيبين. رجعنا بقى ولعبة تتكلم عربي، والنهارده تالي كلكم شاطرين بقى في العربي مش كده؟ ومعانا مروه عايز تطلع استاذه لغه عربيه، فهنشوف بقى هتعمل ايه مع فريق البنات. بس قبل ما نبدا اللعبه، ضليع في قواعد اللغه، ضليع ايوه اللغه العربيه. قبل ما نبدا اللعبه غزل جايبه حاجه لاصحابنا. جايبه ايه يا غزل؟ جايبه حاجات لاصحابي ليكي. طب ماشي، عايزه تديها لهم؟ يلا اتفضلي. ايه ده، السبوع ده ولا ايه السبوع؟ السبوع. انا بحب الحمص بتاع السبوع. يا سلام على الجمال يا ناس، شوفي شوفي الرقه. هي ايه دي بقى؟ دي اللعبه؟ مش عارفه انت جايبه ايه؟ دي كده حاجات. يلا ايه دي البنات؟ ها؟ دي حاجات معموله يعني الإعادة التدوير بتاعت كوبايات مثلا. مين اللي عاملها؟ انت اللي عاملاها يعني؟ انا ماما. برافو برافو برافو. طيب ادي البنطخ يلا. معلش يعني. حلو جدا موضوع إعادة التدوير ده. اتفضلي بنت. شكرا جزيلا. وانا. لا تعالي بقى وقفيلي هنا عشان انا عايزه اشوف اللي انت عاملاه. لا استني عشان ما تشوفيش الاسئله. استني. ملبس فين؟ افتحي كده وريني ملبس ايه. هو مش سبوع يا بنتخ، هي قالت لك إعادة تدوير. دي ايه بقى جواها؟ ايه يعني انت عامله ايه جواها؟ صوره ليكي. ايه ده بجد؟ يعني اعاده التدوير تقصدي؟ افتحي يا اولاد كده ايد وشو عشان تشوفوا اللعبه. الحاجه اللذيذه صعبه شويه. طب استني نحاول. هي اصلا فيها ايه؟ فيها تمر عشان الرسول. الرسول كان بياكل تمر على الفطار. ايوه صح. فاديت لحضرتك وجبت وطبعت لك ميداليه. خلاصي شكرا يا حبيبتي. اللي انا اقصده دلوقتي اعاده التدوير دي، تقصدي دي هي اعاده التدوير؟ مش اللي جواها. لا. دي عشان دي كوبايه. وانت ايه رسمتي عليها ولا ايه؟ ولا عملتي منها ايد؟ لا عملت منها ايد. يعني بصوا شكل دي كوبايه عاديه بس هي قصتها صح؟ وعملت ليها ايد فبقت شبه الباسكت كده، وممكن تحطوا جواها حاجه. حلوه قوي فكره غزل. جميله. فكره تحفه، شكلها فعلا حلوه وشيك ولذيذ ومكتوب سمايل. ايه ده؟ بصي ايه ده؟ لايقه على التيشيرت. ايوه سمايل وسمايل. طيب قبل ما نبدا انت غنيتي لي حاجه حلوه قوي ولازم صحابنا يسمعوها. يلا غنيها لهم كده. قولي لنا بقى كده يا غزل الاغنيه بتاعت غزل. يلا قولي. غزل بنوته مصريه ذكيه ومخها شغال، خيل ودماغ معدية، بتطلع كل يوم بسؤال وبتحلل وبتفكر عشان تعرف كلام اكتر وتتلامر وتستفسر فتتعلم وتتأشطر، بترسم سوق الجناحات يطير ويلف في خيالها، وبتقابل صحاب وحاجات يجاوبوها على سؤالها، بتشوف في دماغها حاجات كائنات عاملين حوارات، بتشوف في دماغها حاجات كائنات عاملين حوارات، عصافير وحاجات بتطير، ده كلام جامد وخطير، ده كلام جامد وخطير، موجود في دماغها وبس، موجود في دماغها وبس، موجود في دماغها وبس. يا سلام، زفه كبيره الغزل العظيم.
عجبتني جدا الاغنيه دي. انا بس سالتها قلت لها ايه ده، مين اللي كاتب لك الكلام الحلو ده؟ قالت لي لا دي اغنيه بس انا غيرت اسم البنت خليته غزل. شطوره يا غزل. يلا 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 على مكانك بقى عشان نبدا المسابقه بتاعتنا. يلا يلا بينا. يلا بينا. طيب قوموا وقفوا بقى، عايزين حماس. حاولوا تجيبوا بقى الهدايا على جنب شويه معلش عشان ما تعطلكوش. ايوه ايوه خليها كلها. يلا بينا هنبدا من يميني من فريق الولاد. تمام كل الحب. هسالكم سؤال، اجابته عباره عن كلمه من ثلاث حروف، لازم تكونوا ثلاث حروف، دوروا عليهم تقولوا لي اول الكلمه، وعلى ما تكونوا ثلاث حروف ما ينفعش يعدي 30 ثانيه، لو 30 ثانيه خلصوا هتخسروا النقطه. اتفقنا؟ اتفقنا. نبدا. وخلوا بالكم الاسئله كلها ليها علاقه بموضوعنا النهارده وبالاسراء والمعراج، ركزوا بقى معايا. طيب هو القران فيه ايه؟ صور. مجموعه ايه؟ صور. 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 صور دي يعني ايه؟ ايه الحروف بتاعتها؟ يلا دوروا بسرعه. صور. صور جمع سوره، سوره في القران. سوره ده ايه الحروف اللي احنا عايزينها بسرعه يا اولاد الفن؟ واو واو ماشي. صلوا على سين بس مش لاقيها. انا عايزه اعرف بس انتوا اول حرف ايه؟ سين. سوره سين. برافو مش صاد، برافو عليك. سين. يلا ثمان ثواني. ثمان ثواني يلا يلا. فاضل حرف فين؟ الراء. يلا يا اولاد امسكوا امسكوا امسكوا. خلاص امسكوا بس. الحمد لله لحقوا على اخر ثانيه. على اخر ثانيه خدت النقطه. على اخر ثانيه. برافو يا اولاد. يلا ظبطوا الحاجات اللي قدامكم، هاتوا دول عشان انا مش عايزاهم ايه يعملوا لكم ازمه دلوقتي. هاتوا يا بنات. تمام سؤال البنات ركزوا بقى معايا. جمع رسول. رسل. رسل. برافو. يلا يلا بسرعه بسرعه. يلا دوروا على الحروف بسرعه عشان الوقت 24 ثانيه. ها يلا اللي يلاقي حرف يديه لصاحبه على طول. خدي. ايوه برافو برافو برافو. لا لا انت فاضل حرف. ها فاضل حرف غزل. تايم. دوري يا لجين ممكن يبقى عندك التايم يا لجين. لا امسكوا بسرعه الحروف، امسكوا بسرعه بسرعه بسرعه. ايه ده؟ ايه ده مروه؟ اعدلي الحرف يا مروه اعدليه. ايوه كده رسل. الحمد لله لحقوا صح؟ خلي بالك ادي خدته. لا انا محتاجه سرعه، محتاجه سرعه يا مروه خلي بالك. ماشي يلا ظبطوا حاجاتكم اما نسال الولاد السؤال الثاني. مفرد انبياء. نبي. نبي برافو. يلا باء. باء. ها ايه الحروف اللي محتاجينها؟ يلا كل معاه حرف يديه لصاحبه على طول. خد النور. الباء المفروض مع مين؟ باء. عايزين ايه؟ فاضل حرف. يلا بسرعه دوروا عليه كلكم كلكم. يلا يا ولاد 16 ثانيه. ها وروني وروني. امسكوا امسكوا امسكوا. برافو برافو هايلين. برافو يا ولاد برافو برافو هايلين. البنات مفرد آيات. آية. آية برافو. آية. يلا يا بنات عشان الوقت. اللي معاه حرف حد يديهوله بسرعة بسرعة. يا لجاي ركزي الحرف اللي في ايدك اديه لصاحبته. يلا فاضل ايه؟ فاضل ايه؟ أهو. يلا يلا يلا. برافو آية. الحمد لله يا رب. بنات انا حاسه ان انتوا محتاجين تسرعوا الاداء صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ يلا بينا الولاد. ماضي يسير. سارة. سارة. سارة برافو. سارة بحرف الايه؟ سين. بندور على برافو. خد سين ايه؟ هات الرؤى عندك. اه ماشي هات سين. ايوه ايوه سيبك من اللي بتعمله ده، ورينا الحرف. امسك الحرف بس كده. الولاد برافو 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 خدتوا النقطة برافو عليكم. البنات ماضي يصلي. صلى. صلى. صلى برافو. يلا بسرعة بسرعة يا بنات بسرعة بسرعة. أول حرف إيه؟ لا هم عارفين طلعوا أول حرف برافو. فين؟ تاني حرف إيه؟ ها آخر حرف آخر حرف. يلا بسرعة آخر حرف إيه؟ آخر حرف إيه؟ لجين ركزي. إيه ده؟ لا لا صلى آخر حرف إيه؟ ألف. ألف. قولوا لي. لا مش ألف. غلط. آخر حرف إيه؟ ألف لينة يعني ياء. ياء. فاضل ثانية. لا مش مصدقة يا بنات. لقيتها لقيتها اهي. يا بنات بس المفروض ما يبقاش في نقطتين تحت الياء. لا ما هي ما هو ده الحرف الوحيد الياء بالشكل ده، بس هو صح المفروض ما يبقاش لأنها ألف لينة يا بنت. برافو عليك. أنتوا ما لحقتوش.
صح؟ لا لحقوا لحقوا يا ماما. لحقوا لحقوا قبل قبل بجد؟ لحقوا قبل فواتير. طيب الحمد لله. يلا الولاد. مضاد نهار ليل. ليل هي ليل هتنفع يا اولاد؟ لا ليل. طب طب بس هاتوا ليل. ليلة. مش عارفه هنشوف. ممكن يستلفوا حرف من البنات. لا مش معايا. لا مش معايا. اصبر كده شوف كده هتبقى لي. يلا بسرعه يلا بسرعه. ايه الحرف اللي في الوسط؟ بسرعه. انا بدور لك معنى. انا عايز اشوف الكلمه قدامي. وروني الكلمه. وروني. ايه ده؟ ما شاء الله الحمد لله. برافو. حرفين. برافو عليكم. عاملين حسابكم في الاعداد. شكرا يا حبيبي. ما شاء الله عليكم. يلا بينا. طيب إيه سؤال البنات. مضاد نزل طلع. لا بس بالفصحى. ماشي هي طالعه صح بس ممكن نقول ايه؟ احنا قلنا المعراج يعني ايه؟ الصعود للسماء. فمضاد نزل تبقى صعود. نزل صعد. صعد. برافو. يلا يلا بسرعه. صعد. يلا صعد. يلا عشان الوقت يا بنات. يلا 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 خليكوا اسرع اسرع اسرع. ها ها فاضل حرف بسرعه. يلا يلا وروني وروني كلمة. لجين. لجين. لجين الحرف اهو. لجين يا لجين. ضاد ازاي؟ صعد. برافو. صعد هو بيعض. صعد ولا صعد؟ على اخر لحظه. صعد. شاطره يا لجين. برافو. يلا لا لسه انتوا الاثنين قد انتوا كده متساويين لغايه دلوقتي. اخر اخر سؤال بقى يا ولاد. معرفش انتوا انتوا سمعتوا الفيديو اللي كان شغال ولا كنتوا؟ لا كنا مستمعين خالص. طب هنشوف. هي رحله الاسراء والمعراج بدات منين؟ الاسراء بدات منين؟ منين المكان اللي بدات منه؟ مكه. مكه. برافو برافو. ايوه صح. مكة. مكة. بسرعة بسرعة بسرعة. برافو برافو. دور على باقي الحروف ما تنساش. برافو. ايوه كل واحد ينزل تاني. بدل بدل. وروني وروني وروني. برافو عليكم يا اولاد. برافو خدتوا الخمس نقط بتاعتكم كلها. ارتاحوا بقى. البنات بقى. اخر سؤال للبنات. هناخد النقطة ولا لا؟ طيب. معجزة الإسراء والمعراج في شهر في شهر ايه؟ رجب. رجب طبعا احنا في رجب عاملين نقول 27 رجب و 26 قلناها في اول الحلقه. ايوه برافو. معجين. يلا يلا بسرعه فاضل حرف واحد. وروني 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 يا غزل. سيبي وريني. ايوه كده بس خلاص. بندور على ايه؟ ما جبنا ثلاث حروف خلاص. خمسه خمسه. سقفه كبيره ليكم. برافو 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 برافو. هايلين كلكم. اقعدوا ارتاحوا. صحابي شاطرين في العربي. دلوقتي هنجيب لكم الوان وورق عشان تلونوا وهنروح نشوف صور صحابنا اللي بيبعتوها لنا هنعرضها لكم وهنرجع تاني نلون بقى ونرسم وناخد تليفوناتكم. يلا استعدوا. يلا الميول بقى. يا ماما سلمى. يا بنات يا بنات يا ولاد افرحوا قولوا هي. ماما سلمى رجعت لكم تاني ومعاها حبيبكم بنتخ جيه. مش هنسيبكم ابدا تاني يا ولاد يا بنات افرحوا قولوا هي. ماما سلمى رجعت لكم تاني ومعاها حبيبكم بنتخ جيه. مش هنسيبكم ابدا تاني. صحصحوا افطروا حضروا نفسكم رح نفرح زي زمان. وهيبقى معادنا الجمعه الصبح الساعه 10 تمام. حضروا نفسكم رح نفرح زي زمان. وهيبقى معادنا الجمعة الصبح الساعة 10 تمام. جايين سوا مع بعض نحقق كل اللي بنتمناه. نلعب نكتب نقرا ونرسم بكرة اللي بنستناه. هنشوف مواهبكم رياضة وفن. يا سلام. ونقول دول أبطال عالمية. نحكي ونتكلم بالعربي. ايوه تمام. بلغتنا الحلوه المصريه. نتعلم شيء حلو يفيدنا. نعمل العاب حلوه بايدنا. ونذاكر وننظم بيتنا. ونزور كل مكان في بلدنا. انتم اجمل ضحكه اتخلقت وبهجه الحياه. فرحه مصر ومستقبلها يا اطفال الحياه. يا بنات يا ولاد افرحوا قولوا هي.
البنات افرحوا له هي. ماما سلمى رجعت لكم تاني ومعاها حبيبكم بنتخيه. مش هنسيبكم ابدا تاني. صحصحوا افطروا حضروا نفسكم رح نفرح زي زمان. وهيبقى معادنا الجمعه الصبح الساعه 10 تمام. صحصحوا افطروا حضروا نفسكم رح نفرح زي زمان. وهيبقى معادنا الجمعه الصبح الساعه 10 تمام. ومعاها حبيبكم بنتخ جه. مش هنسيبكم ابدا تاني. رجعنا واصحابنا اقعدوا أسيب. يلا ارسموا بقى، يلا كل واحد معاه ورقه ومعاه الوان، ارسموا اللي انتوا عايزينه واحنا ناخد تليفونات صحابنا اللي بيكلمونا. وانا طبعا بحب جدا جدا انا وبندخ الفقره دي. معانا اول تليفون من صحابنا اللي عيد ميلاده من النهارده وعايزين نقول لهم كل سنه وانتم طيبين. الو سيف وهنا. الو ازيك يا ام سلمى؟ سيف معايا؟ معاك. ازيك يا سيف؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. كده بقى عندك كام سنه؟ 13. لا والله ما شاء الله. الله. وهنا اختك ايه، توأم ولا ايه؟ لا هنا عندها 10. هنا عندها 10 بس عيد ميلادها بقى مش النهارده. عيد ميلادها النهارده بس انا سنه 2011 وهي 2014. لا والله. ايه ده؟ دي حاجه صعبه جدا. غريب والله. حلو يعني مش توأم بس عيد ميلادكم في نفس اليوم بس سنين مختلفه. تورته واحده. ايوه هيجيبوا تورته. هيجيبوا تورته واحده صح. كل سنه وانت طيب يا سيف. وانت طيبه مثلا يا حبيبي. طب فين هنا؟ انا اقول لها كل سنه وهي طيبه كمان. الو الو يا هنا. ازيك يا ماما سلمى؟ ازيك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. انا بحبك قوي. وانا بحبك يا هنا. انا بتفرج عليكي كل يوم جمعه. وايه بقى اكتر حاجه بتحبيها في البرنامج؟ فكره بتعرف تتكلم عربي. نعم فكره تتكلم عربي. اتكلم عربي. ها بتحبي المسابقه بتاعتك؟ انا كمان بحبها قوي على فكره. من اكتر الحاجات اللي بحبها فعلا نتكلم عربي دي. طبعا بتستمتعي بخفه دمي. هات لك قلبي. قلبي تأثر. من اهم الاشياء اللي بتتفرج عشانها البرنامج هو بنتخ، مش كده يا هنا؟ بنت مضطره عيني طول. ميرسي حاضر. طب يا هنا لنفرض ان انت مثلا مره فاتتك الحلقه يوم الجمعه، اتفرجي عليها تاني ازاي او امتى؟ يوم السبت او على النت. صح القاعده، برافو عليكي. القاعده فعلا يوم السبت الساعه برضو تقريبا 10 او 10 ونص، او بتبقى موجوده فعلا على النت زي ما انت بتقولي. ايه الشطاره دي؟ ده انت صديقه وفيه جدا للبرنامج كده يا هنا. انا بحب البرنامج قوي وبحبك انت كمان يا ماما سلمى. يا حبيبتي يا حبيبتي انا كمان بحبك خالص، وان شاء الله قريب تبقي معانا بقى. اوكي. شكرا يا هنا على تليفونك الحلو الجميل. انت وسيف وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. هنا برضو معانا. هنا كمان. ايه الهنا ده؟ ايه الهنا اللي احنا فيه ده؟ كويس والله. ايوه الو سلم. ازيك يا هنا؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ الحمد لله. انا عيد ميلادي كان امبارح. كل سنه وانت طيبه. الله. ما كل اللي اسمهم هنا عيد ميلادهم اليومين دول ولا ايه؟ بقى عندك كام سنه بقى؟ 12. 12 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. شهر فبراير مليء باعياد الميلاد. كل سنه وانت طيبه. مولوده في البرد. حضرتك من ايام كليه النهار. يا حبيبتي يا حبيبتي يا هنا شكرا يا حبيبتي، شكرا جدا. ممكن اختي تكلمك؟ طبعا. اسمها ايه؟ جانا. انتوا هنا وجانا. ايوه انا افتكرتكم. ايوه ايوه يا جانا صباح الخير. صباح النور يا ماما سلمى، انا بحبك قوي. وانا بحبك قوي يا جانا يا جميله. وانت يا جانا عندك كام سنه بقى؟ 8. يعني هنا اكبر منك. وانت يا جانا عندك كام سنه؟ 5/3. هتتمي التسعه امتى؟ في شهر 3. في شهر 3؟ كام 3؟ 5. انا 8.
احنا برج الحوت زي بعض. ايوه برج الحوت 5 و3. ماشي خلاص، هستناكي بقى يوم عيد ميلادك كمان تكلميني عشان نقول لكم كل سنه وانت طيبه. اتفقنا؟ ان شاء الله. انا عامله لك فيديو على قناتي على اليوتيوب اسمها سندريلا، انا عامله لك فيديو هنا. ماشي، طب ممكن تبعتيه لنا لو سمحتي على صفحه ماما سلمى؟ ماشي، ابعته لي عشان اتفرج عليه. ابعتي لنا الرابط. شكرا يا حبيبتي، شكرا جدا يا جنى على تليفونك الحلو الجميل. معانا لينا. لينا ولا ليان؟ ليان. الو الو، صباح الخير. صباح النور. ازيك يا ليان؟ الحمد لله. انت قد ايه يا ليان؟ 9 سنين. 9 سنين. واختك؟ اختي 6 سنين. يا خلاصي، اسمها ليندا؟ اه، ليان وليندا. ليان وليندا، اساميكوا لذيذه بس بتلخبط شويه. ما هو مش بتلخبط؟ لا. طب قوليلي بقى يا ليان، اتفرجتي على الحلقه من اولها؟ اه. عرفتي بقى احنا بنحتفل بايه النهارده؟ بالاسراء والمعراج، عرفتي؟ اه. طيب قوليلي يا ليان، شفتي الاغنيه اللي غنيناها في الاول عشان نتعلم الوضوء؟ اه. طب عرفتي تحفظيها؟ يعني مش كويس. شويه، خلاص بتشوفي بقى الحلقه بكره في الاعاده عشان تعرفي تحفظيها، اتفقنا؟ شكرا يا ليان على تليفونك الحلو. انا كنت مكلمه حضرتك وانا عندي 3 سنين. يا سلام، انت كنت مكلمه؟ معقوله كنت مكلماني وانت عندك 3 سنين؟ اه. وانت بتقولي بقى دلوقتي عندك 9؟ اه. يا خلاص يا ناس، ياه ايه الجمال ده في الدنيا. الله. طب خلاص، سنين بتجري. طب وبنتك زي ما هو ما كبرش؟ قلبي انت كبرتي وبنتك لسه زي ما هو ما كبرش. هنا وانا صغير وبعدين بقى هنا. انا نفسي اجي مع حضرتك في البرنامج ده. انت تنوري يا ليان. طيب يا ليان بصي، عشان برضو اصحابنا اللي بيسالوا حبايبي، الطريقه اللي تقدروا تطلعوا بيها معانا هنا في البرنامج بكره ان شاء الله كل سبت، يعني بنحط سؤال مسابقه على صفحتي، صفحه ماما سلمى، واللي بيجاوبوا الاسئله السؤال ده اللي بيجاوبوه صح بنختار منهم اللي بيطلعوا معانا في الحلقات اللي بعدها، اتفقنا؟ فتابعوا الصفحه وركزوا مع السؤال، بنحط ساعه واحده بالظبط عشان تجاوبوا بسرعه كمان. السؤال ده بيبقى عباره عن حاجه حصلت في الحلقه، يعني السؤال ده اجابته في الحلقه نفسها. ان شاء الله تيجي قريب يا ليان ونشوفك قريب هنا معانا يا حبيبتي. معانا مين؟ احمد. الو يا احمد. حدش قال لي عليه. صباح الخير. صباح النور. ازيك؟ انا بحبك قوي يا ماما سلمى. نعم؟ بحبك قوي يا ماما سلمى. وانا بحبك قوي يا احمد. انت قد ايه؟ عندي 10 سنين. عندك 10 سنين وتتفرج على طول على البرنامج؟ ايوه. طب قول لي بقى، انت من بني سويف؟ حلوه بني سويف؟ ايه ده، انت عرفت يا قروب؟ عرفت ازاي؟ بروفي بنتوخي الضحكه. بروفي بنتوخي والله. يا احمد. قول لي بقى يا احمد، انت عندك 10 سنين. اه. يعني اكيد بقى بتعرف تصلي. ايوه. مش كده؟ ومواظب على الصلاة؟ اه. وبتتلخبط في الوضوء ولا خلاص بقى بتعرف تتوضى مش بتتلخبط؟ لا بعرف اتوضى. برافو عليك يا احمد. عندك اخوات صغيرين؟ ايوه. قد ايه؟ عندي 4 سنين و5 سنين. خلاص لسه صغننين خالص، ممكن بقى تبدا بقى انت تحفظ الاغنيه بتاعت الوضوء وتحفظها لهم عشان هم ايه يعرفوا بقى يتوضوا ازاي، وتبدا بقى تعلمهم واحده واحده كده عشان انت اخوهم الكبير. الصلاة، اتفقنا؟ آه. وتصلي بيهم إمام. آه الله، صح صح يا أحمد. أحمد أنت رحت فين؟ خلاص يا أحمد، يعني سنك تبعت لنا الصور وأنت بتعلم إخواتك الصغيرين إن شاء الله الوضوء والصلاة. و أنت قلتي إيه؟ بس لازم يتوضى بمية سخنة بقى عشان معانا مين؟ الجو برد أول يومين دول يا أم سلمى. الجو إيه؟ الجو برد بقى، لازم نتوضى بمية دافية كده احسن بعدين. طيب ورونا بقى الرسومات يا اولاد كده احسن بعدين. ايه ده، انت طنشتيني ليه يا مصر؟ انا مش عارفه عشان كتير قوي بيتكلموا في انه، معلش يا بنت قول لي تاني. انت بتقول ايه يا حبيبي؟ لا خلاص بقى. لا انا اسفه والله، مره واحده. ما انا اسفه والله، انت عارف مش بعرف اسمعك هنا كويس. لازم الواحد يتوضى بميه دافيه عشان الميه الساقعه. اه انا بصراحه بتوضى بميه دافيه في البرد ده. اه الدنيا برد قوي. اه يعني بصراحه بالذات الصبح، صلاه الصبح دي. وروني بقى كله يمسك الرسمه بتاعته عشان اشوفها. حلو، اهرامات وجمل وبندخ وماما سلمى كمان. ايه ده؟ ده احنا من طلعنا من معلم مصر يا بندخ. والجمل بصنمين؟ يعني احنا جاج سينامين. وريني كده. ايه ده بقى؟ قولي ايه يا حمزه ده؟
لا لا زي ما انت زي ما انت امسك الورقه بس قولي انت رسم ايه. ماما سلمى وبنتخ. امسكها عايزين نشوفها. ماما سلمى وبنتخ. اه صح. وريني بقى يا محمد علم مصر. ده مش علم مصر. ايه ده وريني كده ارسم اول. انت عامله بس بالطول هو بالعرض بس هي نفس الالوان. تمام وروني يا بنات. الله ما تقوليش دي انا وده بنتخ. شعري لذيذ قوي. لا خليها بصه كده. خلوها كده خلوها كده خلوها كده. امسكوا الورق كده. الكعبه. لا حلوه والله يا غزل. دي لا عجبتني عجبتني لايقه على الموضوع جدا. دي شجره. دي جميله قوي وشكلها مختلف. برافو يا مروه. رسوماتكم كلها حلوه. ممكن اطلب منكم طلب يعني لو تحبوا. انا بحب احتفظ بالرسومات دي. ممكن تمدوا لي اساميكم كل واحد يكتب اسمه. ايوه شكرا يا حبايبي جدا. طيب احنا كده فقرتنا دي خلصت وراجعين مع فقره لطيفه جدا بعد الفاصل. استنونا هيا بنا. رجعنا بقى ومفاجأتنا النهارده بصراحه. انا شخصيا متفاجئه. معانا حسن وعبد الرحمن بيلعبوا تنوره. هي اسمها بيلعبوا ولا بيرقصوا؟ مش عارفه. بيرقصوا. رقصه التنوره صح كده؟ صح. اوكي قولوا لي بقى لاني انا اتفاجئت لما شفتكم. انتوا عندكم كام سنه؟ 13. 13 سنه. انتوا توأم طبعا واضح. جدا. طيب اتعلمتوا امتى التنوره دي امال؟ من الاول. انا اللي اتعلمت الاول. ابتديت كنت شفت النجم المشهور سيد رمضان وشفتها منه وتعلمت يعني حبيتها لما شفتها. فكنت في فرح ساعتها. لما روحت قعدت اجيب الخمار واعمل زيه. جربت تعملها لوحدك؟ وبعدين لحد ما كسرت الدوخه وقعدت اقول لبابا انا عاوز تنوره انا عاوز تنوره. لحد ما جاب لي بطانيه كده وعملها لي وقال لي دي تنوره. يا سلام. وبعدين فرح تاني شفته برضه نفس الفنان. لما لقيتها مهز زي مهمش زي بعض قلت له انا عاوز تنوره حقيقيه. انت كده بتضحك عليا. ايوه ماشي. فجاب لك تنوره حقيقيه؟ جاب لي تنوره حقيقيه. وبعدين لما بدات بقى اطلع في التلفزيون كده. انت اتعلمت ازاي يا حسن؟ لوحدك ولا خليت حد يعلمك؟ اتعلمت لوحدي. لوحدك خالص معقوله؟ ايوه لان انا لما كنت كل شويه بقعد الف ومزهق بابا بقى وعشان كده قلت له حطي تنوره. طب والله جميل. وعبد الرحمن انت بدات امتى بقى؟ لما شفت حسن بيعمل كده؟ شفته بقى وطلع قبل كده في حفلات كتير. يعني اتعلمت منه. اتعلمت منه بقى. طب وانتوا يعني اتعلمتوا لوحدكم ازاي؟ ما كنتوش بتدوخوا في الاول؟ انا بدوخ لما بتفرج اصلا. فانتوا ازاي انا قعدت اتمرن كتير على اللف لان في الاول لازم تتمرن كتير. لازم تقعد اكتر من 10 دقايق اكتر بكتير انك تقعد تلف لحد ما تكسر الدوخه. وايه اللي لابسها على راسك دي؟ تفضل تقدر بقى انك وبنتك بيقول لك انتوا ايه اللي لابسينه على راسك ده؟ ده فن اسمه فن المولوي الاسلامي. ايوه بالظبط. ده له علاقه بالتنوره كمان؟ لا ما هو ملوش علاقه بالتنوره بس احنا ايه مدخلين الاثنين في بعض. مزج ما بين الاثنين. ده جميل جدا. ده تركي. مش عارفه تركي؟ مش عارف. اعتقد. طب جميل قوي. احنا عايزين نتفرج بقى. ماشي يبقى دلوقتي المزيكا اللي انتوا بترقصوا عليها تشتغل ونتفرج. صح.
ده مبهر. انا قاعده مبسوطه جدا. بتنوروا البتاع ده ازاي وليه؟ ملابس جميله جدا جدا والوان رائعه. على فكره يا بنتوخي ده فن مصري صرف. التنوره فن مصري لها بهجه يعني 100%. ايه الجمال ده يا ولاد؟ ما شاء الله عليكم. انتوا مش محتاجين تقعدوا؟ ما دايخلكوا يا حبايبي، مش محتاجين تقعدوا بجد؟ تمام؟ انا فرحانه بيكم جدا ما شاء الله. انا هطلب منكم طلب بس بعد الهواء عشان المنظر. ينفع تعلموني؟ يعني كده بس بعد الهواء. مش في قاعده طبعا بس يعني لا مش على الهواء، مش على الهواء عشان لما اعمى مش لازم الناس تشوفني. طب انا عايزه اسالكم سؤال، هو انتوا في سنه كام؟ ثانيه اعدادي. طب شاطرين في المدرسه؟ بتذاكروا يعني ولا واخدين وقتكم كله في المذاكره دي؟ قربوا كده شويه، قربوا من بعض شويه. خلاص انتوا مش بتلفوا دلوقتي، قربوا عادي من بعض شويه. تمام؟ بجد مرتاحين ولا محتاجين تقعدوا؟ لا عادي، احنا متعودين على كده اصلا. ما انا واخده بالي بس ما شاء الله يعني ايه الشطاره دي؟ انتوا منين بقى؟ انتوا منين؟ من ميت غام. منين؟ ميت غام المنصوره. من ميت غام. تمام، وانتوا بتعملوا بقى حفلات بتقول لي هناك بقى في المنصوره ولا بتعملوها في اي حته في مصر عادي؟ يعني ناس كتير بتطلبنا بنروح عادي. بس في فرق بقى من التراك بتاع الحفلات او الافراح. ده تراك بيكون تراك معين في المزيكا وده بيكون تراك معين. لكن ده بيتعمل فين بقى؟ ده بتعملوه فين؟ دوت الجو الصوفي ده بيبقى فين بقى؟ هو ده يعني احنا بندمج الفن الاسلامي مع الشعبي، بيدي يعني ايه فن حلو كده يعني. جدا. واللبس الجميل ده اللي انتوا قول لي انت يا عبد الرحمن، اللبس ده بتجيبوه منين ولا بيتفصل؟ بيكون حلو بيتفصل. قول لي يا عبد الرحمن. كفايه يا حسن كلام، خلي اخوك يتكلم شويه. هي بتجيبوا اللبس ده منين؟ يعني بنروح عند واحد بيتفصل وكده يعني، فهو الالوان رائعه وانتوا رائعين ما شاء الله عليكم. واتمنى ان انتوا تكونوا كمان شاطرين في المدرسه ومهتمين بمذاكرتكم. فرحانه بيكم جدا جدا جدا. ببساطه النهارده يا اولاد. اه
واحنا اتبسطنا وانتوا اتبسطتوا؟ انا مبسوطه ان انا مع حضرتك يا حبيبي. انا اللي مبسوطه جدا ان انتوا منوريني النهارده يا رب، يبقوا اصحابنا كمان في البيت اتبسطوا من الحلقه النهارده. ان شاء الله نشوفكم يوم الجمعه الجايه الساعه 10 الصبح، والاعاده بتاعت الحلقه دي هتبقى بكره ان شاء الله برده الساعه 10. سلام سلام. انا هتصور معاكوا بقى. تمام جايين سوا مع بعض نحقق كل اللي بنتمناه، نلعب نكتب نقرا ونرسم بكره اللي بنستناه. نحكي ونتكلم.